يلا حسوك يلا بينا يلا بينا. 1 مينت ريمينينج 1 مينت ريمينينج. كان جول كان جول جول لو سابريتوس. ايه عندما تتحدث الكفته الطرب كله يسكت. قلنا بص 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 الكفته بص. الجون ده يدرس في مدرسه الحظوظ في ماما وديز. انا 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 بس جمدوها ولاد الم... ليزي جيرلي انت بتصلحها لهم؟ عاش. ليزي جيرلي بتقول لهم اتفضلوا الجون ده لو سمحت بقى تسيبوا دخلوه بالراحه انت هنهرج. انت 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 هايله. احط لكم سيرفر اوروبا علشان انا حاطه امريكا. هتفرق ايه؟ علشان اللغه يبقى احسن. الاجوان بتبقى من شمال ليمين. ايه السؤال بتاعك ده غريب قوي يعني. لا بدي بدي هتتشامي كده من اولها ده مش اسلوب. ها لا لا مش تشاؤم ده انا عارفه مستوى نفسي. طب انا طب انا اندهلك اقول لك يا ليزي ولا اقول لك يا بونسي؟ بونسي بس تقول لي ماكين وماشي ماشي. اول واحد قدام هو اللي يروح الكوره واخر واحد يفضل ورا عشان ينجز. انا نسيت الزراير بس وانا يعني زي كده. الله والله اقسم بالله انت خروف اكتر من اللي انت بتقوله زي كده. لا شفت بيقول لك زي كده وبعد كده بيقول لك زي كده وما عرفش يسد الكوره. انا في واحد اديت له بالشلوت في تيزي. يلا بقى تعالى يلا بص 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 يلا العب يا لهوي. انا جبت الكوره حوالين المغناطيس. اديني في المغناطيس دخلها بقى حسوكا يا حسوكا يا جامد. ايوه كده هو ده الكلام ولا بلاش. رافع راس المصريين والاسرائيليين. نسيت اقول لك انا قلت لك الله انا نسيت اقول لك ان مش قلت لك ولا ما قلتكيش حسوكا نص مصري نص اسرائيلي. اوكي يلا انت تلف على راس الاسرائيليين كده يا عم الحاج. فيرست تاتش انت شغال في المخابرات؟ اي مخابرات؟ في المخدرات. طب انا بحب السيتي كله عشان مصر. ايوه اوكي ايوه هو بره بكل حاجه. هو احنا انهي جول؟ انا اصلا اخد احنا انهي جول؟ الله حزوكا ولا حاجه دي ده دي حاجه مش بص ما جيت ما لمستش الكوره يا شيخ. لمست بقى واحد عيالك واحد عيالك الكوره ليه عيال؟ صد حسوكا صد حسوكا. انا كل واحد ليه عيال عندي. طب يلا حسوكا هو اللي شايل ليلك الليله دي كلها يا ابو عبا يخرب بيتك بقى. انا عمال بخليها البق بتاعتي تجمد والله. تحس ان انا شغال بصراحه زي ثلاجه ديب فريزر في اللعبه دي. عمال بالصبح عمال بخ اي لا حسيت يلا 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 مصر وثيق الفوز. انا دخلها في الجون بتاعنا. انا دخلها في الجون بتاعي والله ما قصدت. طب انت ما لبستيش. طب انت مش عايزه تلمسي الكوره ليه؟ انت خايفه عليها ولا متوضيه ولا الكوره انا مش الكوره فست وانت متوضيه مش عايزه تلمسيها. لازم احلف ان انا ما لمستش الكوره طول الوقت. يلا حسوكا اديله في الامبلايز. لا 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 هو ده اللي شايل الفرقه ومش شايل الفرقه يا عم. ده انت طلعت خرنج. لا لا بصوا على السكواد بتاعكم يا عم. اقعد بس اصلا ده في عايز اقول لك على حاجه. فانسي اصلا ما لمستش الكوره اقسم بالله. عماله تقول لك بص انا تلكتها ازاي. بص تحس ان هي اصلا بتورينا ازاي طريقه عمل الكيكه. تقول لك بص انا تلكتها ازاي. بص انا عملتها ازاي. اهو لمستها اهو. يلا ايوه يا لهوي تلجوها ولاد الحرام. مين سحبها؟ حسوكا حسوكا العب. ما انا خدت اسيست. العب يا ثعلب. صدقيني انت خدت اسيست لان انت هو انت سايبت عليهم مش اكتر. خدت اسيست. انت خدت اسيست ليه؟ رحمه ونور هي. لك يلا دي شكل من الصبح عمالة بتلف. حد يديها اسيست اي حاجة. ده بيبقى حتى لف الملعب ده قد
ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه يعني انا واخد مغناطيس والمغناطيس ده مفروض يزبطني. يلا حسوك انا جاهز ان انا داخل جول. هو جول هي الوحدة جول اصلا اهو اهو والله العظيم ده انا كنت هديها بال بس انا اسيست انا مش اسيست لا اهو خقي انت عشان جايب خقي بص 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 اهو انا ما حسبهاش علشان دي كانت تبقى كفته الهواء بتاع العربيه دخلها في جوه الجزء ده نفسي اعرف بتنيلي ايه معايا يعني انت دورك ايه في الجيم نفسي افهم احنا بنلعب اتنين صدقيني حسوكا يا نهار اسود انا عملت كتير دابور والكره كانت تدخل في يا لهوي يا لهوي وامي اتومنت عايز ادخل جون قبل ما نخسر أيوة. قبل ما نخسر كده حلنا شويه وديتها هناك بقى حد يتعامل ايوه يتحب يا دي امي يلا جول شايف بقى شايف بقى عندما تتكلف الترب عندما تتكلف الكفته الترب كله يسكت زي الجول ده انا قصدها انا قصدها انا قصدها يا ابني دي تكتيك صح فانسي انا بقى انا بلعب احسن منك كله انت تخلصي خلاص انا هعمل لك ان فريند بعد الجيم ده اصلا يلا حسوك بس جول جول لا مش جول وعمال يقول لي الجامب حلوه في الجامب وحلوه في الامبلايز طب بص دي بقى يلا اهو اهو صبري دخل جول صبري دخل جول جول يا ابني الوحشه ازاي صدها جول 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 سوكا اقسم على فكره انا اللي ضربت الدراع الطويله انت تخ بص يا بص 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 انا حاسس والله العظيم اقسم بالله انا حاسس ان هي بتلعب ضدنا والله العظيم والله بتلعب ضدنا اوكي ومعلش طبعا احنا ما رضيناش نشد على الفريق الخصم اكتر من كده عشان ما يتفعش مننا كان معانا النهارده بانسي اسيب لكم الفيديو اسيب لكم اللينك بتاع القناه بتاعها في الفيديو ديسكريبشن ما تنسوش طبعا الكومنت واللايك سبسكرايب وريبورت ريبورت على كل ريبورت في 10 جنيه في عامل جيف اوي على كل ريبورت في 10 في جيف اوي ماشي بقى يلا تقول لهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلم عليهم انت بقى مع السلامه مع السلامه باي باي باي